غاديش نبالغ، هي بحال بحال توت لي سيزون اللي دازو، دائما التنقيب والبحث وصبر الاغوار والتعمق في الاغماق لاكتشاف من سيحمي المجال. كنتعاملوا معهم كعاطفه، كاباء، كدي باران وكملاحظون. هاد القضيه ما غاديش نكون مغرور، وغادي نقول لك انني درتها 3 فوا وتقدمت للقناه الاولى وما عمرهم رفضوها ليا، حتى ملي كنا في برنامج كوميديا في نهايه كل موسم كناخذ مشروع مع السي مصطفى المسناوي المؤلف والنقد المسرحي والسينمائي والاستاذ الجامعي الله يرحمه في النار، وكنصوبوا عمل كان سيت كوم ولا كابسول، وكنطلعوا للقناه الاولى وما عمرهم رجعوني، وكندير عمل سميته مثلا تحت شعار خياري وليداته. فدرنا خالي عماره، درنا الزين في ثلاثه، درنا الجيشي، درنا اسعافكم، درنا مجموعه الاعمال فيها داكشي اللي كان وعدو، وحتى الشيء اللي قال الدنيا غادي يكون ان شاء الله، لان حنا بصدد تصوير فيلم سينمائي ان شاء الله. خدامين 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 الى هذاك الكوميدي، حب هذيك الكوميديا غادي يمشي بعيد، حيت حنا تعذبنا باش نفرضوا سميتنا، لكن هاد الناس لقاو فرص قدامهم كل قينا. حنا ديك الساعه كنا حنا سفراء وقيل يعني كنحيي القناه وكنحيي الظروف وكنحيي الجسم الصحفي اللي والمنتجين اللي كيفكروا في هذا النوع ديال البرامج، كانوا مسرح او تمثيل او فكاهه او غناء، كنحييهم بزاف لان هذا الشيء ما عشناش فيه حنا. وكذلك الرواد ديالنا، راه شنو نقول لك، راه كاين اللي جاب حوايج وسداد الوالديه باش كان كيمثل وكيرجع، يعني ناس عانات، ولكن الحمد لله هذوك الرواد هما اللي خلوني انا نحب هذه المهنه، وانا بكل تواضع اللي غنخلي هاد الدراري الصغار يحبوا هذه المهنه. وبرنامج ستاند اب هو بعدا اولا واحد البرنامج اللي من بين البرامج اللي هو ترفيهي تثقيفي وايضا حتى تحسيسي، لان يعني بعض اللحظات من خلال السكتش ربما بعض القضايا كيتطرقوا لها، وحنايا كاعضاء لجنه التحكيم كنزيدوا نعمقوا فيها شويه ديال النقاش وكننبهوا ليها. دونك يعني هو برنامج اللي كيعطي فرصه للشباب، ودابا ماشي غير الشباب، جميع الاجيال، لان هذه السنه كانوا عندنا ناس كبار، يعني كان عندنا ميم ازواج اللي جاوا، وكيعطي حتى انواع الفرجه، اللهجات المغربية كتسمع، الأصوات المغربية وديال الشباب سواء إناث او ذكور كتسمع، يعني برنامج اللي هو في الحقيقة كيخلق اللمة عند العائلة، ولكن ميم طون كيخلق لهم واحد اللحظة ديال الفرجة، ديال النكتة، ديال الفكاهة، طبعا لان كل واحد الحضور ديالو قيمة مضافة، سواء من الجانب ديال لي كوتش الباك ستيج، من جانب حتى التنشيط، يعني زينب حضورها البهي الباك ستيج، وسي سفيان وال يعني الامبيونس اللي كتكون حاضره، وايضا حتى ملي كنكونوا حنا بالصوت ديالنا كحكم راه كيشوفونا، كيشوفوا التعليقات ديالنا، ولكن راه كل واحد عنده تاريخ ديالو الفني، عنده يعني المسار ديالو، سواء بالنسبه لهاد الشباب اللي كانوا واحد اللحظه هما في برامج وتكتشفوا ولاو ها هما دابا هما في حد ذاتهم مثلا يسار ورشيد رفيق وطالي، هما ايضا تحفيز لهاد الشباب، لان حتى هما راهم شباب وحنا براسنا شباب، مرينا ربما عبر معاهد، عبر مسارح، عبر ورشات، كل واحد عنده النبره ديالو، كل واحد عنده الطريقه ديالو، والجمهور كنظن بانه كيولي مستنس، لان ملي كنتلاقاوهم كيبقاو يقولوا لنا العبارات اللي كنقولوا. بالنسبه لي انا، انني نكون جوري في برنامج ديال اكتشاف المواهب هي مساله جديده بالنسبه لي، انا كنعتبرها واحد التكليف، ها، لانه كيف تنقولوا حنا المغاربه باللغه الدارجه ديالنا واحد التقليد كيترمى عليك باش تقدري انك تجوري واحد الناس واش هو يستحق ولا ما يستحقش، لانه حنا كلجنه التحكيم هذاك الانسان او هذاك الشخص او سواء مرا سواء راجل اللي غادي نختاروه حنا غادي نحطوه معانا، غندخلوه معانا في واحد المجال اللي هو ديالنا اللي هو المجال الفني، دونك ما غادي يدخل معانا الا وخصو يقدم لينا شي حاجه اللي تكون مميزه على لي زوتر كونديدا اللي كاينين. الحمد لله هاد المواهب كيف قلت لك في هذا الموسم السادس هي مواهب مميزه، الحمد لله دي جون اللي عندهم دي ستيل ديالهم، واللي نتمنوا ان شاء الله ان احنا غادي نختاروا واحد، لاننا هذا هو قانون المسابقه، ولكن اكيد ان دوك الناس اللي غادي يكونوا معاه في دي فيناليست اكيد انهم عندهم حوايج قويه، واكيد اننا احنا غنبغيو نشتغلوا معاهم، واكيد اننا احنا غادي نديروا محاولات باش ندمجوهم معنا في اعمالنا يا مسرحيه يا تلفزيونيه، لان بصفتك فنان عندك تاريخك فني عندك ان بو ديالك تقدر تبروبوزي دي جون، فهذه مسألة أكيد أننا احنا غادي نركزوا عليها، وكيف قلت لك قانون المسابقة يحكم هو فائز واحد.
اكيد بالنسبه لي هي اضافه، وكان واحد الحلم اللي كان عندي من شحال هذه، لان كنت كنتفرج في برامج اجنبيه برامج عربيه قبل ما نشوف البرامج ديالنا، فكنت كنقول ربما جيت انا واحد النهار انني نكون عضو تحكيم في واحد يعني البرنامج اللي كيكتشف المواهب، لانه خبرتك كتبغي تقاسميها رغم انها خبره قصيره، ولكن عطات يعني كيف تنقولوا المردود ديالها بحب الجماهير بالاقبال الجماهيري عليك، فاكيد انا كتبغي تبارطاجيها مع 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 ناس اخرين، وهذه مساله كنحبها انا ومفتخره بها، وكنشكر اداره ستاند اب على اختياري لانني نكون ضمن عضو لجنه تحكيم هذا البرنامج هذا، وكذلك القناه الاولى. فنتمنى ان شاء الله ان هذا الموسم السادس يكون موسم مميز، والناس يشوفوا شي حوايج تلمون تمنوا انهم يشوفوها يا رب.